نحن ظاهرون ولكننا عدم في الحقيقة. من كان نشأته من عدم ومآله للعدم والآن لا يملك لنفسه شيئا، أليس هذا عدم؟ يقول الله عز وجل سيد الوجود: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إذن نحن وجودنا بالله لا بأنفسنا. الحق هو واجب الوجود، هو الموجود بنفسه. وحدة الوجود له لا للممكنات، كما يتهمنا الشيخ محي الدين وغيره يقول وحدة الوجود. ايش وحدة الوجود؟ هي وحدة، هي وحدة وجود الحق الواجب الوجود. واما نحن ما لنا واجب الوجود، نحن سواء اي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله تعالى. لا ندخل نحن في وحدة الوجود. فمصلحة لا تعلمها أنت، بدك أنت ما خالص نجار ولا اشتغل تحت النجار، بدك تسوي بيت صغار لنفسك، شلون بيطلع الباب؟ هي طالعة وهي نازلة وهي مأشوفة وهي مأشورة وهي. واحد إذا بده يحكي في فن بده يقرأه نعم على أهله على أصحابه. وإذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه من أبصارهم. الله الله.